النوع الخاص الموت. الموت إذا نزل الموت فلا تسأل عن حال الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه حلقومه. إذا بلغت الروح الحلقوم حينئذ يتعذر الكلام، بل يتعذر ابتلاع الماء. يقول الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إي والله نحوه بين أيدينا، بين أيدينا ننظر إليه، حتى أن بعضهم ينشب في حلقة: فلان تعرف أنا فلان، أنا فلان ابن فلان، تعرف؟ وين يعرفك الآن؟ هو مشغول يعاني من سكرات الموت، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. لكن يا أخي في الله، يا أخي من حقه عليك أن تلقنه، قل لا إله إلا الله، كما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم يا عباد الله، نعم هذا النوع العام، هذا النوع الخاص، هذا النوع الخاص من وقت انتهاء قبول التوبة نزول الموت.